ان انا درست فتره طويله قوي السينما والروايه، وزمان اول محمود حميده كان بيطلع مجله اسمها الفن السابع، الفن السابع كنت بكتب فيها كل عدد عمود عن الروايه والسينما. فما نشوف الافلام العالم كله ما فيش روايه بتطلع زي ما هي ابدا. السيناريست له بصمه، والمخرج له بصمه، واداء الممثلين له بصمه، والرقابه يعني احنا على الكتب عندنا ما فيش رقابه على الكتب. لما في رقابه امتى؟ لما الكتب بتيجي من بره، او لما واحد غتت يكتب شكوى في المؤلف ويقول لك ده الروايه دي فيها كذا وبتاع. لكن الطبع عادي يعني، لكن السينما والتلفزيون في رقابه، والرقابه دي احيانا يعني فتره من فترات كانت صعبه جدا في الثمانينات، لدرجه ان هم مثلا لان بيع المسلسل لدول عربيه، فكانوا بيخافوا مثلا من مشهد فيه راجل وامراه لوحدهم في الاوضه لان ده ما ينفعش. فايام انا كنا في باريس مره في ندوه وحد انتقد الحكايه دي، قلت له لا بيوافقوا دلوقتي بس يبقى معاهم محرم يعني، والناس باتت بالضحك والاجانب مش فاهمين محرم فهمناهم. طبعا ده اتغير يعني. فالرقابه دي برضو موجوده على الميديا اكتر من السينما والتلفزيون، لكنها مش موجوده على طبع الكتب. كل دي عوامل بتاثر يعني. انا ممكن اديك امثله كتير جدا بافلام، فلذلك ما اكمل. ولذلك انا ماليش راي غير ان انا متشكر قوي، والناس بقى هي اللي تقول رأيها، لكن انا خلاص انا روايتي موجوده. نجيب محفوظ كان كده وغيره يعني. يعني مفيش مره انت انبسطت ان روايتك اتحولت لعمل؟ لا بنبسط طبعا، بنبسط جدا لسبب اعلامي يعني او دعائي يعني. ان الروايه بتبقى اكثر رواجا يعني وكده، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هم بداوا ينتبهوا للروايات يعني. احنا عندنا للاسف في يوم، احنا كنا في يوم من الايام هوليود الشرق، وده اسم مش اختراع، ده كان منشتات الصحافة العالمية كلها في الأربعينات والخمسينات، لأن كنا بننتج 60 و70 فيلم، كان فيهم 30 فيلم عن روايات. في الخمسينات مثلا كل روايات إحسان عبد القدوس ونواس يوسف السباعي مجرد ما تصدر كانت تتعمل فيلم. بدأت من الستينات تدخل روايات نجيب محفوظ، حتى نجيب محفوظ كتب سيناريو لإحسان عبد القدوس لرواية أو اتنين. بدأ من الستينات يدخل نجيب محفوظ وفتحي غانم ومحمد عبد الرحيم عبد الله وكده، بدأوا يخشوا يعني ياخدوا رواياتهم. فانحصر الإنتاج دلوقتي ل 15 فيلم، فده قليل جدا. والإنتاج في المسلسلات كنا عندنا 50 مسلسل في السنة و70 يعني برضو انحصر في 15 مسلسل. فده هو اللي أنا نفسي يتسع زي زمان يعني، نفسي يتسع زي زمان، وبحيث ترجع مصر لوضعها من غير دور سينما بقى. ما هو دلوقتي في بقى منصات اعلاميه يعني، في منصات على الميديا الناس بتتفرج عليها، فممكن التعامل معاها بدل السينما، لان دور السينما تعرضت لموضوعات كبيره يطول فيها الكلام، معظمها اتهد من اول اخر السبعينات وباعتبارها حرام وحاجات حاجات بقى، موضوع طويل يعني. فما بقاش في غير كذا سينما رئيسيه يعني، لكن ما عادش في كل حي سينما ولا اتنين زي زمان. فلكن في منصات كتير جدا بيبقى الناس بتشوف عليه. النهارده معظم الناس بتتفرج على الموبايل يعني، مش بتروح للسينما، الشباب بالذات. فممكن التعامل مع هذه المنصات بحيث يبقى الفيلم موجود على المنصات دي العالميه وكده وبتاع يعني، في طرق للتوزيع تانية يعني. احنا ليه ما حاولناش نتعامل مع التكنولوجيا في الجوانب دي؟ ده سؤال. والسؤال الثاني يا استاذ ابراهيم، هل ممكن ان انا اقنع الجمهور بعمل درامي دون ان يشعر به؟ لا، هو عادة الإنسان يعني في منطق في الحكاية دي، النقد له منطق، لكن الميديا ضربت المنطق ده. منطق النقد اللي أنا بحبه إنك ما تكتبش عن حاجة وحشة، لأن أي كتابة بتشهر العمل حتى لو تشتمه يعني. أي كتابة، مصطفى أمين كان ليه كلمة ظريفة قوي، كل اللي يتشتم فيه حطه تحت الأرض، على الأرض وقف عليه يعني، حط الجرايد كلها وقف عليها هتعلم يعني، عارف. فانت ما تكتبش عن حاجه وحشه، اكتب عن حاجه كويسه، اهمل الوحش هيتنسى. لكن السوشيال ميديا خلت العالم كله قهوه صغيره يعني. احنا زمان كنت بروح القهوه مثلا، هقابل في القهوه من عام مره يا حسن 2 3 اصحابي وخلاص، انما دلوقتي بفتح تويتر او الفيسبوك او الانستجرام بلاقي الاف. فالالاف دي فيها بقى كل انواع التعليم، ولذلك اصبح الفتي كتير جدا. فانا ما بقفش عنده، بقف عند بعض الناس بتاخد حاجات صح يعني، بتاخد حاجات صح في المسلسل تتكلم عنها، فبحس ان في الى حد ما صحيح يعني. ده مش معنى كلامي تبريه اي مسلسل من النقد، النقد مهم بس يبقى موضوعي يعني، يبقى موضوعي مش لانه مش عاجبك، لانه في خطا تاريخي مثلا
او في الديكور مثلا بتاع زمن تاني او مكان تاني، او يعني مثلا النقد اللي بيوجه للحشاشين، اكتر نقد بيوجه للحشاشين ان هو باللغه العاميه. طب ما هي اللغه دي بتاعتنا اللي بنتكلم فيها، هي اللغه الاكثر انتشارا. ويوسف ادريس لما عمل الفيلم العظيم عن الدروج عمله باللغه باللهجه العاميه، مفيش مشكله يعني، واخد بالك؟ بدين لهجه شائعه يعني، ده مش مشكله. كان في ارتباط شرطي زمان اللي عمل تاريخي باللغه العربيه. ما هو السؤال انا اختار عاميه، عاميه دلوقتي ولا عاميه زمن احداث العاميه؟ لا انا 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 لو انا كاتب هختار عاميه دلوقتي، ان موجهه للجمهور دلوقتي. انا لو الحوار فيه الفاظ مستحدثه، ما هو انا المسلسل نازل لمين؟ نازل اللي عايشين ايام الصباح ولا نازل اللي عايشين دلوقتي؟ نازل اللي عايشين دلوقتي. فانا عليا في حاجه مهمه جدا في التاريخ، يعني انا لما عملت روايه لاحد الناس في اسكندريه في اراء كتير في المساله دي، في ناس كتير قوي عمل روايات تاريخيه عشان يظهر يعني يعكس عليها الحاضر، يعني الاندلس مثلا بقى بدل فلسطين، ضاعت زي فلسطين، او مثلا احد الحكماء الكبار في التاريخ بقى جمال عبد الناصر اللي ضاع. انا مش مع ده، لكن كل واحد حر. انا لما برجع للتاريخ، لما رجعت له في رواياتي لا احد ينام او طيور العنبر او اسكندريه في غيمه، رجعت له عشان اعكس روح العصر، اخليك تحس بالزمان وانت تفصل زي ما انت عاوز. بقى مفيش شخصيه فيهم رمز الحد، مفيش، لان اسهل حاجه في الفن الرمزيه، يعني اسهل حاجه انك تقول ده جمال عبد الناصر، ده انور السادات، ده فلان، ده فلان، ده اسهل حاجه، اسهل حاجه انك تقول ده رمز. لكن صعب انك تظهر المكان والزمان وتسيب بقدر الامكان وتسيب الناس تستنبط هي اللي تفكر. ما هو في الفن اللي له تفسير واحد ضعيف، الفن له تفسيرات متعدده فكريا بالعقل وكمان روحيا بالسن. يعني في ليه بيعملوا حاجات زائد 18؟ لان هي ما تلاقيش بالشبان الصغيرين. بس انا طبعا هبني على كلام الاستاذ ابراهيم. هو في شيء بيعملوا الادب اسمه الاستعاره. استعاره مش بالمعنى البلاغي، لا، الاستعاره بالمعنى التاريخي، يعني ان انا ممكن اريد ان اتحدث عن الاستبداد فاخذ فتره الحجاج بن يوسف الثقافيه مثلا، ويبقى هو بطل روايه مثلا على سبيل المثال، والقارئ يفهم ان هو يضاهي الزمن الذي مضى بالزمن الذي نعيشه هكذا. أو فترة التحكم الإدارة القوي في الناس، فأخذ نموذج المماليك على سبيل المثال، والناس هتفهم إن من باب الاستعارة إن أنا أقصد هذا الزمن، لأن العمل سواء كان كتابة تقرأ أو عمل درامي أو سينمائي يشاهد، في كل الأحوال المخاطب أو المتلقي أو المقصود بالعمل هو الذي يعيش في زماننا. حجاج لن يخرج من قبره ليرى الفيلم أو 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 الدراما. لكن لا يجب أن 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 نفترض أن المتلقي جاهل وليس لديه إطار معرفي يحيل ويؤول ويفسر ويفهم ويدرك المغزى الموجود. فعلى سبيل المثال، إذا قلنا إن إحنا نكتب عمل تاريخي عن فترة معينة، أنا مع إني البيئة الجغرافية، السياق الاجتماعي، لغة الحوار، المفردات المستخدمة، الطقوس وأنماط المعيشة في المأكل والمشرب والأدوات التي تستخدم في المنازل أو غيرها تكون أدوات هذا الزمن. غير كده يبقى إحنا بنهرج، لأني بره لما بيعملوا دراما او فيلم سينمائي في هوليود بيراعوا هذا تماما، ولما يجيب مؤرخ او عالم اثار وبيركز على هذه المسائل انها تبقى بنفس البيئه. بمعنى يعني مثلا انا في روايتي بيت السناري، طول الروايه ما فيش حد بيشرب شاي، لان الشاي لم يدخل مصر الا مع الاحتلال الانجليزي. طب ما الذي كان يقدم على المقاهي وقتها؟ كان تقدم مشروبات أخرى اختفت، اسمها السوربيت، يقدم اليانسون، القرفة، الجنزبيل، هكذا. طيب لو أنا كتبت إنهم بيشربوا شاي، قلت ما يعني عادي يعني، ده يضعف من قيمة الرواية. أو في رواية شجرة العابد،
جاء مره واحد قال لي الروايه هايله جدا فيها خطا واحد بس، اتفضل. قال لي هي جابت بطاطس محمره وروايتك بتدور في زمن العثمانيين، في اوائل الاحتلال العثماني لمصر. البطاطس اكتشفت مع اكتشاف امريكا اللاتينيه 1492، ودخلت لدينا في الشرق بعد ذلك بعده عقود من الزمن، يمكن قرن كمان. فانا قلت لا، هي محلوله في الروايه، لان اللي جابت البطاطس الجنيه، الروايه في احد ابطالها جنيه. فانا كده ممكن، لكن تخيلي لا، لو مش جنيه لا كان يبقى في خطا في الروايه. يعني انا قرات رساله دكتوراه كامله عن الازياء في العصر المملوكي عشان البس البطله، ما اقدرش. بس عاوز اقطعك في الحته دي معلش، طب اكمل في المسلسل اللي احنا بنتكلم عنه. ما هي في زمن الحشاشين مثلا كانت يستخدم لفظ فرقه، وانا لما اقول فرقه في السيناريو المتلقي هيفهم ان انا اقصد تنظيم، لما في معايير زماننا تنظيم بشكل سريع. ولما اقول لكن كلمه وطن مثلا لم تكن متداوله في ذلك الزمن على الاطلاق اصطلاحيا او كما ندركها نحن الان، كان ليها معنى اخر. ولذلك عبد الوهاب الافندي في احد دراساته حول فكره المواطنه في تاريخ المسلمين، هو بينتهي الى نتيجه مهمه جدا، ان المواطن في تاريخ الامبراطوريه الاسلاميه هو المسلم، لان غير المسلم ليست له الحقوق كامله، الذمي وهكذا. طيب اذا مفهوم المواطنه والوطن لم يكن متاحا بهذا القدر. طب انا لو تكلمت عن الانتماء وقتها بمفاهيم عصره اللي هي الولاء للدوله او للسلطان او للمجتمع، هو نفس ما يطالب به الان، دون ان اخرج عن المفردات المستخدمه، دون ان اخرج عن المفردات المستخدمه. طيب الاستاذ ابراهيم بيخشى ان يحصل غربه بين المتلقي وبين العمل، وده صحيح ومحق في هذا، لكن حرفيه السيناريست في الكتابه او في التفسير اللي انت بتعمله، ما انت عامل كده في رواياتك يا استاذ ابراهيم. انت لما بتيجي تشرح حاجه لا يعلمها اهل الحاضر عن الحرب العالميه الثانيه، بتجري تفسيرك في اطار حواري او في اطار وصف، فانا اقدر اعمله بالحوار بين الابطال بما يظهر المعنى، مع الاخذ في الاعتبار ان هكون مضطر على مدار مسلسل كامل في 30 حلقه ان اعمل ده يعني 7-8 مرات على مدار 30، لكن ده اعمله وانا بارسخ مصداقيه العمل، ان انا قاري كويس قوي كيف كانت تدور الحياه في ذلك الزمن، واعرف اشراطها، واراهن على ان المتلقي ذكي لديه وعاء معرفي يحيل اليه ويفسر من خلاله، لديه ايضا خبره مع الدراما التاريخيه. يعني احنا كلنا اتفرجنا على هارون الرشيد بتاع عبد السلام امين، وكل الاجيال كانت تشاهد هذا العمل في ذلك الوقت، وكان يدور بلغه زمانه، وكان يدور بمفردات زمانه والفاظ زمانه، والناس فهمته واستوعبته. اما موضوع العاميه لا، انا لا اجد غضاضه، لاني اللغه الشعبيه المحكيه في عصر الفاطميين او الايوبيين او لا لم تكن اللغه الفصحى، لا غضاضه في ذلك.